يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له أرض ولم يعرضها للبيع إلى الآن، وإنما ينتظر عدة سنوات حتى يرتفع سعرها ثم بعد ذلك يعرضها، هل فيها زكاة؟ ما هو الكلام على العرض، الكلام على النية. إذا نواها للبيع صارت من عروض التجارة، تجب فيها الزكاة كل سنة بناء على نيته. نعم.